السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الأب الميت في المنام بحاجته للبر والدعاء، وقد تدل سماع الأخبار الجميلة والسارة إن كان يضحك في الرؤى. أما رؤية الأب المتوفي في المنام وهو حي فتدل على الأعمال الثقيلة على عاتقه، فيما رؤية الأب الميت يتكلم في المنام فيدل على سماع الوعظ والإشادة. أما رؤية الأب المتوفى يبتسم في المنام فيدل على حسن حاله عند ربه، فيما رؤية الأب المتوفى حزينا في المنام فتدل على سوء حالته في الآخرة. أما رؤية الأب المتوفى وهو مريض في المنام فتدل على حاجته لتبرئة ذمته وسداد ديونه، فيما رؤية ضياع الأب المتوفى في المنام فتدل على تشتت العائلة وتفككها بعد موته. أما رؤية حمل الأب الميت في المنام تدل على نيل الهداية والصلاح في الدين، ومن رأى أنه يحمل أبيه الميت على كتفه في الحلم فهذا يدل على سداد دينه، فيما رؤية الأب المتوفى يعطي شيئا في المنام فتدل على التوفيق في الأعمال واليسر. أما رؤية أبيك المتوفى يطلب منك شيئا في المنام فتدل على وجوب تنفيذ وصيته، فيما رؤية عتاب الأب الميت في المنام فتدل على فقدان السند والقوة. أما رؤية موت الأب المتوفى في المنام فتدل على تعطيل أمور الرأي وسوء أحواله. أما ترمز رؤية الأب الميت في المنام للرجل إلى تحمل المسؤوليات الكبيرة، وإذا رأى والده المتوفي في الحلم فهو حي فهذا يدل على حاجته لمن يقف إلى جانبه، فيما ترمز رؤية الأب الميت في المنام للعزباء إلى فقدان السند والحماية. أما رؤية الأب الميت في المنام للمتزوجة فيدل على عدم الاستقرار في عيشها مع زوجها. أما رؤية الأب الميت في المنام للحامل فيدل على الحاجة للنصح والإرشاد. أما رؤية الأب الميت في المنام للمطلقة فيدل على غياب الأمن والطمأنينة بعد طلاقها، والله أعلم. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.